أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج تأمين. حلقة هذا الأسبوع سنتحدث فيها عن أصحاب المهن الحرة العاملة في قطاع التأمين، وخاصة أدوار المتعلقة بشركات الوساطة أو ما كان يعتقد سابقا أنها تشمل أيضا عمليات وكلاء التأمين. شركات وساطة التأمين في السعودية كانت تمارس أعمالها ونشاطاتها دامجة بين نشاط وساطة التأمين ونشاط وساطة إعادة التأمين، لتذهب بعد ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي سامة بقرار يفصل بين أعمال ونشاط شركات الوساطة، لتكون لدينا شركات وساطة تعمل في مجال التأمين ووساطة في إعادة التأمين. ما هي الأسباب وراء هذا القرار؟ من المستفيد؟ وما هي أبعاد؟ هذا ما سنناقشه في حلقة هذا الأسبوع، ولكن البداية مع آخر أخبار التأمين. ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات 3 نقاط أساس لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين وفق بيانات IHS Market، بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر، مما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو. قال مسؤول لدى مارش، إحدى أكبر شركات الوساطة التأمينية واستشارات المخاطر في العالم، إنها لاحظت تنامياً في استفسارات العملاء بمنطقة الخليج بشأن التغطية المرتبطة بالعنف السياسي بعد هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية هزت المنطقة العام الماضي. أفادت هيئة الصحة في دبي بأن قانون إلزامية التأمين الصحي للزائرين في مراحله الأخيرة، مؤكدة التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بهذا الشأن، بحيث لا يمكن إصدار أو تجديد تأشيرات من دون وثيقة تثبت الحصول على التغطية التأمينية. وقفت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة على العديد من المشاكل التي كانت تسببها النشاطات المدمجة بين شركات الوساطة التي كانت تجمع بين أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين، لتضعها هذه المرة ضمن شروط وقواعد جديدة. ما هي هذه الشروط وما الذي ستتجنب سوق التأمين اليوم بعد هذا القرار؟ متابع في هذا التقرير. تطوير وتحديث مستمر لقطاع التأمين تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي سامة، وآخر هذه الإجراءات صدور قرارها القاضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة، وذلك اعتبارا من 2 يناير الحالي. وتقول سامة بأن القرار أتى مع سعيها لتطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين. ويشمل القرار 86 شركة وساطة تأمين ووساطة إعادة تأمين مرخصة بحسب بيانات الموقع الرسمي لسامة. موضوع الفصل ما بين شركات وساطة تأمين ووساطة إعادة تأمين بكل تأكيد سيعود بالنفع على السوق السعودي، وسوق التأمين السعودي خاصة من حيث الشفافية، من حيث وضوح العقود لوساطة النقد وسهولة الرقابة، بالإضافة أن هذا هو التوجه العام الآن وتوجه المملكة العربية السعودية من حيث استقطاب الشركات العالمية حول العالم. فبكل تأكيد هذه الشركات تبحث عن من يضمن حقها في حال حدوث أي خسارة لا سمح الله. ويستوجب القرار على شركات وساطة التأمين الفصل بين النشاطين، بعدما كانت تمنح سابقا رخصتين، رخصة للتأمين وأخرى لإعادة التأمين، وبالتالي يتوقع أن ترتفع بذلك التكلفة الإدارية لتأسيس شركة جديدة في حال رغبت بممارسة نشاطين معا. وتلعب شركات وساطة التأمين دورا هاما في قطاع التأمين السعودي، والذي بلغ حجم أقساطه نحو 24.7 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2019، بينما وصلت إلى 30 مليار ريال في عام 2018. التعميم الجديد الصادر من مؤسسة النقد يفيد عندنا عدة أسباب. أول سبب الحفاظ على الأقساط التأمينية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن بعض الوسطاء يقوم بإعادة التأمين خارج المملكة. ثاني حاجة عندنا يمنع أي تضارب مصالح بين النشاطين، نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين.
والسبب الثالث هو يلغي الممارسات الغير مهنية، حيث أن البعض يقوم بعمل إغلاق المنافسة بين شركات التأمين ووسطاء الآخرين مع معيد التأمين. ويبقى قطاع التأمين بكل مكوناته سواء شركات التأمين الرئيسية أو شركات وساطة التأمين والوكلاء في حالة تطوير لتعديل الأنظمة القديمة ومواكبتها لتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما. هذا القرار أو التعميم ما يفيد فيه الاحتفاظ بالأقساط التأمينية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن بعض الوسطاء يقوم بإعادة التأمين خارج المملكة. وأمام شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين التي تجمع حاليا بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بخططها للالتزام في غضون 3 أشهر. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. إذن عن الأسباب الداعية لفصل نشاط شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين في السعودية، لابد أن يكون لنا توقف مع إحدى شركات إعادة التأمين لتفسر لنا لماذا من مصلحة الشركات ومصلحة أعمالها وعدم تضارب المصالح أن يتم هذا الفصل. معنا من الرياض السيد سعيد القحطاني، وهو مدير إعادة التأمين في شركة سوليديريتي للتأمين بالسعودية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سعيد. هذا القرار يأتي متزامن مع الجهد الرقابي لسامة على نشاط التأمين والمهن المتعلقة أيضا بهذا النشاط وشركات الوساطة. لماذا تجد بأنه كان من الضروري الفصل بين أعمال الوساطة للتأمين وإعادة التأمين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على حسن الاستضافة. وبالنسبة للقرار، هو راح يصب في مصلحة قطاع التأمين، بحيث أنه راح يساعد في اللي هو زيادة نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين، فبحيث أنه يكون هناك الفصل بين شركات وساطة التأمين وشركات إعادة التأمين، يبعث بالثقة لشركات التأمين لكي تقوم بالاحتفاظ أكثر من قبل. فلو رأينا الآن بعض الممارسات الخاطئة من خلال أن توفر سيد سعيد توفر من عمولة شركات الوساطة، وبالتالي تصب ضمن الأقساط. صحيح صحيح. بالإضافة إلى أن هناك للأسف بعض الممارسات الخاطئة على بعض حسابات العملاء، فتقوم بعض شركات وساطة التأمين بالضغط على شركات التأمين بنسب احتفاظ قليلة. نعم. بالإضافة إلى ما ذكرتي، في أمثلة ممكن تذكرنا إياها ممارسات خاطئة لشركات الوساطة؟ قد تكون بعض الحسابات الكبيرة في سوق التأمين متملكة لدى شركات وساطة التأمين، بحيث أنه تقوم بالضغط على شركات التأمين بنسب احتفاظ قليلة لكي تستفيد في الجانب إعادة التأمين بتغطيات كبيرة وعمولات أكبر. نعم. فمن ذلك سوف يربح وسيط التأمين عن طريق التأمين المباشر، عمولة التأمين المباشر، وأيضا أنها تكون عمولة إعادة التأمين تكون أكبر مما هي مستوجب أن تكون. طيب سيد سعيد، وأنتم تعملون في نشاط إعادة التأمين، ولا نجد هذا النشاط كثير في المنطقة العربية أو سوق التأمين العربي، ونجد أنه أكبر شركات إعادة التأمين هي شركات عالمية وتحديدا في أوروبا إذا ما صح التعبير. إلى أي حد تعتقد اليوم أنه دور شركات إعادة التأمين في السعودية أصبح هام جدا، ومجرد الالتفات حتى بأعمال المهن المرتبطة بهذا النشاط، هذه بادرة جيدة لتمكين شركات إعادة التأمين أكثر في السوق السعودي؟ وللأسف بسبب الاقتصاد العالمي تأثرت بعض شركات إعادة التأمين وفقدت ثقتها في بعض الأسواق، خاصة مع الخسائر المتراكمة. فمن ضمن الأسواق التي فقدت الثقة فيها لا وهو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبعض الأسواق بشكل خاص، ومنها في المملكة العربية السعودية. فيرجع السبب في ذلك لطبيعة الشركات وعملها من ناحية كيفية قيامها بالعلاقة التي بينها وبين شركات إعادة التأمين.
فالغالب من الشركات تستخدم وسيط إعادة تأمين لكي يقوم بالضغط على شركات إعادة التأمين، لأن لديها محفظة كبيرة شركات إعادة التأمين، ومن ذلك بإمكانها أن يقوم بالضغط. بس بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، شركات التأمين، شركات إعادة التأمين لا تنظر إليها بأنها مصدر استثمار كبير لها. نعم، يتبقى لدي سؤال سيد سعيد، إلى أي حد تعتقد بأنه اليوم وجود يعني بوالص تأمين أو عمليات شراء بعض البوالص عبر الإنترنت ستقوض فرص أيضا نشاط الوساطة، وساطة التأمين، وتوفر أكثر على العلاقة بين العميل أو المؤمن وشركة التأمين مباشرة؟ صحيح، هذا سوف يدفع بالثقة في السوق بشكل عام، ولشركات إعادة التأمين بشكل خاص، بأنهم سوف يقومون بالمراجعة والتدقيق على الحسابات، فسوف يشعرون بالثقة أكثر، بحيث أنه سوف يقوم معيد التأمين يستثمر أكثر في المنطقة وتوفر تغطيات إعادة التأمين. نعم. الإشكالية أنه في بعض مثلا وساطة إعادة التأمين قد تنقل المعلومة بشكل خاطئ، أو الحسابات قد يكون فيها تضارب، ومعيد التأمين قد يكتشف ذلك أثناء حدوث الخسائر. نعم، أو عند حدوث الإيفنت، وهذا شيء طبعا لاحظناه، وخاصة أنه أغلب من يعمل في قطاع الوساطة يعني خبرتهم وشهاداتهم كممارس لمهنة في قطاع التأمين تأتي محدودة. صحيح. نعم، وأشكرك ضيفي من الرياض سيد سعيد القحطاني، وأنت مدير إعادة التأمين في شركة سوليداريتي للتأمين بالسعودية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، عندما نتحدث عن هذه القرارات وتدخل سامة أيضا في تحديد مسؤوليات شركات وساطة التأمين بالفصل بين نشاطها بين الإعادة وكذلك شركات التأمين، معي عبر الهاتف السيد ناجي التميمي الرئيس التنفيذي لبيت التأمين IHC. أهلا ومرحبا بك معنا سيد ناجي، خبرتك الطويلة في هذا القطاع تضعنا اليوم أمام معرفة إلى أي حد ستستفيد سوق التأمين من عملية فصل أنشطة الوساطة بين الإعادة والنشاط التأمين العادي. نعم، أعتقد أنه الاستفادة للجميع، شركات التأمين بتستفيد بالدرجة الأولى، لأنه هذا يعزز نسبة الاحتفاظ بالأقساط والمخاطر بالسعودية، لأنه سابقا كان الوسيط يتحكم سواء بإعادة التأمين أو التأمين. الآن بيكون عندهم طبعا فرصة أكبر أنهم يحتفظون بالأقساط، لأنهم هم اللي بيعينون وسطاء التأمين. الموضوع الثاني أنه وسطاء التأمين راح يستفيدون، لأنه بيتخصصون أكثر بخلق وظائف وخلق درجة كبيرة من الاستثمار سواء والتركيز على إعادة التأمين أو على الوسيط المباشر. فأنا أعتقد أن الفرص هذه جدا ممتازة، لأنها تصحح كثير من اللي هي ما نسميها ب conflict، اللي هي تضارب المصالح. صح. كانت موجودة بدرجة معينة بالسابق، فهذه راح طبعا يقلل منها بدرجة كبرى، ونعتقد أنه المؤسسة طبعا بتحاول أنه يكون أغلب التوظيف يكون محلي بشركات إعادة وسط التأمين، وبتحرص على أنهم يكون ما في نوع من التضارب مجلس الإدارات، يعني أنه ما يكون عضو مجلس إدارة هنا وهنا. فالظروف اللي كانت موجودة قبل 15 سنة هي وقت اللائحة التنفيذية واللائحة التنظيم شركات التأمين ووساطة التأمين، السوق تطور وتغير، وأعتقد أن هذه جت بتوقيتها المناسب. نعم، سؤال سريع سيد ناجي، متى يعني هل هنالك مهلة محددة قدمتها سامة لشركات الوساطة يجب من خلالها أن تبدع على الأقل يعني أوراق وثائق بأنها فعلا بدأت باتخاذ الخطوات والإجراءات لفصل أيضا هذه العمليات والأنشطة؟ ماذا عن الحسابات البنكية؟ يعني أيضا اشترطت سما باعتقادك أن يكون هناك حسابات منفصلة بين أقساط التأمين وبين أيضا أقساط الوساطة؟ هي من أول كانت من قبل التنظيم موجود، عزل تماما يعني الحسابات.
فمن ناحية فنية ما راح تأخذ وقت بالنسبة لشركات الوساطة اللي تشتغل تأمين وعد تأمين، لأنه الفصل موجود يعني خصوصا بالمسائل المالية. الفصل اللي بيكون الحين اللي هي موضوع مجالس الإدارات، موضوع اللي هي من ناحية القانونية كجسم يعني شركات تكون مستقلة، بنقل طبعا المحافظ ونقل الالتزامات نعتقده. فالمؤسسة أعطت فرصة سنة للتصحيح، ونعتقد أن هذه جدا كافية. طبعا أكيد. أنا أشكر مشاركتك معنا ومداخلتك سيد ناجي التميم، وأنت رئيس التنفيذي لبيت التأمين IHC. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا. كيف سيوفر قرار سامة الجديد بفصل نشاط شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين في توفير فرص وظيفية جديدة ومنع تضارب المصالح؟ بعد الفاصل. الكثير من التحديات كانت تواجه قطاع التأمين، وخاصة من أصحاب المهن المرتبطة بالوساطة وكلاء التأمين وغيرها. ولكن في السوق السعودي الجهاز الرقابي سامة كان قد حدد بالفصل بين أنشطة التأمين وإعادة التأمين لشركات الوساطة. نأخذ هذه المرة الرأي في هذا الموضوع. معنا سيد سعود الصعبة وشريك في شركة كلايد أند كول المحاماة وخبير أيضا في قطاع التأمين. أهلا ومرحبا بك معنا. عندما نتحدث عن أهمية اتخاذ هذا القرار في التوقيت الحالي، وقيل بأنه من أفضل ربما ما نلمسه من إيجابيات هو خلق وظائف جديدة، فهل هذا يعني سيد سعود أنه سنجد فتح المجال لشركات وساطة تعادل عدد الشركات الموجودة في شركات التأمين ولكنها منفصلة في نشاطها؟ أكيد. بكل تأكيد. قرار معالي المحافظ ركز على ثلاث نقاط أساسية، اللي هي عدالة المنافسة، توطيد استقرار القطاع وتطويره، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. طبعا بدون أدنى شك أنه فتح هذا العدد والطلب من شركات الوساطة بتخصيص شركات مستقلة كشركات وساطة إعادة التأمين راح يخلق عدد كبير من الوظائف، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات والتخصص فيما يتعلق بإعادة التأمين. لذلك نعم، هو راح يشكل نقلة كبيرة في السوق، في سوق التأمين فيما يتعلق في قطاع وساطة إعادة التأمين. طيب سيد سعود، انت بتعرف انه شركات التأمين تواجه بعض الصعوبات المالية، يعني بالكاد هي تستطيع بين الحين والآخر ان تجمع، يعني ترتفع لديها الإيرادات عن طريق اما رفع الأقساط او أقساط جديدة، فما بالك لما يكون عندها اقتطاع لعمولة ايضا وساطة؟ الى اي حد تعتقد انه نسبة الاحتفاظ ستعود الى قطاع التأمين؟ بالضبط كما ذكرت لك، كان الهدف من القرار الإيجابي جدا وفق وجهة نظري أنه مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني. لما نتكلم عن المساهمة احنا نتكلم على بداية أنت تمنح الشركات التأمين الفرصة في تطوير إدارات إعادة التأمين فيها، وبالتالي التعامل مباشرة مع شركات إعادة التأمين من خلال رفع نسبة الاحتفاظ، وبالتالي نسبة أعلى من القسط يبقى في المملكة العربية السعودية بما أن الخطر المراد التأمين عليه موجود في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أيضا أي عمولة من الوسيط راح تكون موجودة في من خلال وسيط إعادة التأمين موجود في المملكة وليس موجود خارج المملكة. في هذه الحالة شركات التأمين لما تحتفظ بهذا الخطر بنسبة أعلى، إذا راح يكون هامش الربح راح يكون لديها أكبر، وبالتالي راح يكون في مجال أكبر لتقليل الخسائر ووضع إيجابي أكثر للملاءة المالية للشركة. نعم. طيب يعني عندما أقول إنه في عندك فصل لأنشطة الوساطة بين التأمين وإعادة التأمين، معناته يجب أن أتوقع إنه كل خطر عندي أو كل إيفنت إذا تحقق يجب أن تكون شركة التأمين متعاقدة مع شركة إعادة التأمين في السعودية لمساندتها. هل هنالك منتجات تأمينية سيد سعود تشعر بأنه شركات التأمين يجب، وليس يعني خيار لها، يجب أن تكون على شراكة مع شركات إعادة التأمين في تحمل نسبة الخطر؟ هو من الطبيعي في الحقيقة النظام متاح أنه
من جميع الأقساط المتعلقة في المملكة منتجات. يبدو أن يكون 30% منها معاد تأمينه محليا. لذلك شركات التأمين في المملكة مجبرة على إعادة التأمين محليا بالإضافة للتأمين الخارجية مع شركات أخرى خارجية. الآن بدون أدنى شك نسبة الاحتفاظ لا تزال بالخطار الكبيرة أو مثل ما تسمى الميجا ريسك، يعني الأخطار الكبرى، هذه نسبة الاحتفاظ للأسف تكون نسبتها ضعيفة جدا من قبل الشركات المحلية، وبالتالي تلجأ إلى البحث عن وسطاء إعادة التأمين لإيجاد، أو غالبا هو أصلا وسيط إعادة التأمين يلجأ إلى بحث التغطية، تغطية معيدي التأمين قبل الحصول على شركة داخل المملكة لتغطيته محليا كدايركت، يعني بشكل مباشر. الفكرة الإيجابية الآن أنه راح يكون التعاقد، راح يكون في إمكانية ليس فقط أن الشركة ترفع نسبة الاستحواذ، نسبة الاحتفاظ، بل بالإضافة إلى أنه ممكن يكون في أكثر من شركة تأمين مثل ما يسمون مشاركة في التأمين تدخل من ضمن هذه الاحتفاظ في القسط داخل وعاء واحد. يعني كأني بتكلم عن اللايف تقريبا، يعني عندك مفتوح الخيار أنك تشتري أكثر من بوليصة أو حتى يكون يساندك فيها. طيب خليني أرجع إلى أيضا موضوع التنافسية والاحتكار. عندما يتوفر خيارات كثيرة وبالتالي المنافسة راح تزيد، حشوف أسعار أقل، وعندما تكون الخيارات قليلة هنالك احتكار بالنسبة للعمولة إلى أي حد تعتقد أنه هذا القرار سيشجع على المنافسة أكثر؟ في الحقيقة القرار ذكر المنافسة وذكر أيضا عدالة المنافسة. المنافسة بكل تأكيد، أنت لما توسع النطاق لمعيدي تأمين متخصصين بشكل أكبر، أنت قضيت على ظاهرة موجودة في السوق السعودي حاليا اللي هو وسيط تأمين ووسيط إعادة التأمين في نفس الكيان القانوني هذا، وبالتالي التركيز يكون دائما على أحدهم وتجاهر الآخر. الآن صار لدينا تخصص، ومن خلال التخصص تظهر المنافسة، تظهر الجودة في معايير الأداء. النقطة الأخرى الأكبر أهمية من وجهة نظري اللي هي عدالة المنافسة، بما معنى أنه يكون في اختلاف وفصل كامل بين وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين، ولا يضطر المؤمن له أنه يكون التأمين بالإضافة إلى إعادة التأمين عن طريق وسيط واحد. نعم. اللي حادث إلى بنسبة كبيرة أنه وسيط التأمين وإن كانوا يعني مفصولين كإدارات، لكن وسيط التأمين هو اللي يقوم بتغطية، ببحث عن تغطية عن طريق شركات التأمين، ووسيط إعادة التأمين من نفس وسيط التأمين هو اللي أيضا يلجأ للبحث عن إعادة التأمين. إذن هنا عندنا خلل في تضارب المصالح، فكيف يكون الوسيط كشركة واحدة تكون المؤمن لها عميل لها، وفي المقابل شركة التأمين أيضا عميل لها فيما يتعلق في وسيط إعادة التأمين؟ 100%. طيب سيد سعود، كونك تأتي من مرجعية قانونية، وبالتالي يعني ما حدا بيمزح مع سامة في الموضوع، يعني هي فرضت القرار وأعطتهم مهلة سنة، وأعتقد أنها كافية جدا، يعني لا من ناحية فنية أنها الحسابات تنفصل أو مش حتى فصل الحسابات، هو هذا كان موجود القرار أن الأنشطة إلى أي حد تعتقد أنه سامة مطولة بالها كثير على الموضوع؟ والله بداية يجب أن نعرف أنه المؤسسة لم تصدر هذا القرار مباشرة. حسب معرفتي أنه المؤسسة اجتمعت مع القطاع أكثر من مرة، أخذت مرئياتهم، وسطاء التأمين لديهم العلم الكافي بقرب اتخاذ هذا القرار للتأكد من ملاءاتهم وقدرتهم على إمكانية تنفيذه. لديهم العلم، في كانت مؤشرات كثيرة في السوق عن وجود الفصل وقرب احتمالية وقوع هذا القرار، لذلك ما أعتقد أن الوسطاء ما كان مفاجئ لهم أبدا، ما أعتقد أن الوسطاء أثار لهم هذا شيء من نوع من الدهشة. في المقابل المؤسسة أيضا منحت مدة صح كافية. الآن على الرغم من أن الإجراءات يعني ليست بتلك المعقدة، ربما الإجراءات القانونية تأخذ بعض الوقت فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس وتعديل النشاط، ومن ثم اختيار إما تأسيس شركة وساطة أو بحل آخر هو الاستغناء عن رخصة وساطة إعادة التأمين. إذن سننتظر هذا العام ونتابع كيف ستكون أو تكون نسبة الامتثال لهذا القانون. أشكرك ضيفي من الرياض سيد سعود الصعب، أنت شريك في شركة كلايد أند كول محاماة وخبيرة التأمين. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج تأمين. لمتابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة زورونا على موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، وعلى قناتنا على اليوتيوب. إلى اللقاء.